يقول إذا وضعت مالي في البنك دون أن أخذ عليه فائدة لكن البنك يتعامل بالربا، هل علي إثم في ذلك لأنني لا أأمن ترك هذه الأموال في البيت؟ مسألة الإيداع للحفظ فقط تجوز عند الضرورة، لكن لا تأذلهم باستثمارها في الربا، لا تأذلهم بذلك، أن تودعها للحفظ فقط أمانة وديعة، ولا يجوز لهم هم أنهم يستعملون لأنها وديعة، والوديعة تحفظ ما يتصرف فيها، فأنت تودعها للحفظ لئلا تسرق، فيجوز هذا للضرورة. نعم.